متر انفجار المكثف، وقمنا بإعادة تشغيل الخلايا التي لم تتعرض للحادث، واستطعنا أن نسترجع إنتاج الوحدة ب 50% حوالي 100,000. تمت التعبئة التامة في مجمع سوناطراك، المجمع الشركة الأم وكل فروعه، لمساعدة هذه الوحدة، لأنها وحدة حيوية لإنتاج الماء لسكان المنطقة، حيث تنتج 200,000 متر مكعب يوميا. وإن شاء الله بعد ساعات عديدة سيتم تشغيل المحطة بأقصى قدرتها، أي 200,000 متر مكعب يوميا.